مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونتابع بعد الفاصل. ونحن نتلمس الأحداث في العراق، نشرت صحيفة المدى العراقية مقالا بعنوان أحوال شخصية أم تكريس لظاهرة السلطة الموازية. يقول الكاتب: ما يفعله التعديل المقترح فيها البرلمان هو الطعن بشرعية الدولة وحقها في تنظيم شؤون مواطنيها بتحويل سلطتها في الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة إلى الفقهاء باعتبارهم يمتلكون شرعية أصيلة في شؤون الأسرة والزواج والميراث. يوضح حسن أن هذا التعديل يقوض سلطة الدولة الحديثة ويعزز من الازدواجية الشرعية، حيث تتنافس سلطة الفقهاء مع سلطة الدولة في المجال الاجتماعي والعائلي. يشير حسن هنا إلى أن قانون 1959 ليس مجرد قانون للأحوال الشخصية في العراق، بل هو تعبير واضح عن منطق الدولة الحديثة التي تحتكر صياغة القانون وتطبيقه. التعديل الحاصل في المقترح يعيد التنافس من جديد بين شرعية الدولة وشرعية الفقهاء، مما يعزز من الازدواجية في النظام القانوني والاجتماعي في العراق. التحول الأساسي الذي عبرت عنه عملية سن قانون للأحوال الشخصية هو أن الدولة لا الفقيه ولا شيخ العشيرة ولا رب الأسرة هي التي تمتلك سلطة صياغة القانون وتطبيقه، الأمر الذي اعتبره معظم الفقهاء اعتداء على مساحة حركتهم المستقاة من مفهوم للشرعية يعود إلى ما قبل الدولة الحديثة. ما يسعى إليه نواب الإطار التنسيقي اليوم في تعديلهم المقترح هو التأكيد على ازدواج الشرعية بشكل ينتج سياقين متوازيين للسلطة، سياق الدولة الحديثة وسياق سلطة الفقهاء، أي أنهم خلافاً للنموذج الإيراني الذي ذهب للمطابقة بين السلطتين عبر مبدأ ولاية الفقيه العامة، يريدون التمييز بين ولاية الدولة وولاية الفقيه ضمن الفضاء الجغرافي الاجتماعي الواحد وشحن التنافس بين الولايتين، وكأنهما سلطتان متوازيتان على الأحوال الشخصية كما فعلوا مع المجال الأمني العسكري، حيث أنتجوا سلطتين متوازيتين، واحدة عقائدية إيديولوجية تشتق شرعيتها من العصبية الشيعية التي قد تكون عابرة للحدود، وأخرى دولية تعتمد في وجودها على شرعية الدولة الحديثة. إلى طريق الشعب، ونقرأ منها مقالا بعنوان السلاح المنفلت وأرواح المواطنين على عادتنا في تسليط الضوء على الأمور الهامة. أيها السيدات والسادة، نلفت الانتباه اليوم إلى ما شهدته مدننا من حوادث أمنية كثيرة خلال اليومين الماضيين، مما يفتح الباب واسعا لتساؤلات عدة حول جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها لحصر السلاح بين يد الدولة. تستعرض المقالة هنا عدة حوادث، منها مقتل مواطن وسط مقبرة وادي السلام في النجف، وفتح نار على صاحب صيرفة في العاصمة بغداد، واشتباكات مسلحة في كركوك وميسان. تؤكد المقالة هنا على أن هذه الحوادث جميعها تعكس تكرار الجريمة يوميا في العراق دون قدرة القوات الأمنية على السيطرة عليها. تطرح المقالة هنا أيضا السؤال الحاسم: متى تسيطر الحكومة على ملف السلاح المنفلت؟ نلفت الانتباه اليوم إلى ما شهدته مدننا ومحافظاتنا في اليومين الماضيين من حوادث أمنية تفتح الباب لتساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ ما يتضمنه برنامجها الحكومي بخصوص حصر السلاح بيد الدولة. هنا بعض تلك الحوادث: مجهولون فتحوا نيران أسلحتهم على مواطن وسط مقبرة وادي السلام بمدينة النجف وأردوه قتيلا بعشر رصاصات، وفتح مسلحون النار على صاحب صيرفة في بغداد وأردوه قتيلا، وأصيب شخصان بالرصاص خلال مشاجرة بمنطقة عرب جبور جنوب بغداد.
وفي ميسان قتل شخصان وأصيب آخران في نزاع عشائري، كما أصيب مواطنان في كركوك جراء اشتباكات مسلحة بين الشرطة وتاجر مخدرات. هذه الحوادث نموذج لحوادث تتكرر يوميا في العراق على مرأى ومسمع من القوات الأمنية والجهات المعنية دون أن تستطيع فعل شيء يذكر، في حين يهرب المجرمون إلى جهات مجهولة إذا لم يكونوا مدعومين. أما إذا كانوا يتمتعون بحماية المتنفذين والجماعات المسلحة فلا يكلفون أنفسهم عناء الاختباء أصلا. ويبقى السؤال قائما، متى تسيطر الحكومة على ملف السلاح المنفلت؟ ومن موقع صوت العراق نقرأ مقالا لمهدي قاسم بعنوان: نجحت انتفاضة الشعب البنغلاديشي لعدم وجود أحزاب وميليشيات موالية لأجندة أجنبية خارجية. يقول: الوطنية الخالصة هنا كانت أحد العوامل الرئيسة في نجاح انتفاضة الشعب البنغلاديشي في إسقاط سلطة الفساد والمحسوبية بسرعة فائقة وقياسية. يشير قاسم إلى أن الجيش الوطني في بنغلاديش لم يتورط إطلاقاً في قمع المتظاهرين، مما ساعد في تحقيق التغيير السياسي المنشود. بالمقابل في العراق طغت العقائدية الضيقة على الوعي الوطني، مما أدى إلى قمع الانتفاضة التشرينية بواسطة الميليشيات والأجهزة المخابراتية. يؤكد الكاتب هنا أن نجاح الانتفاضة البنغلاديشية يعكس الفارق الكبير بين الوطنية الخالصة والتبعية الأجنبية، موضحا أن العراق بحاجة ماسة إلى تعزيز الوطنية لتحقيق التغيير المنشود. الوطنية الخالصة إحدى العوامل في نجاح انتفاضة الشعب البنغلاديشي في إسقاط سلطة الفساد والمحسوبية وبهذه السرعة القياسية والتضحيات النسبية، فضلا عن وطنية الجيش الذي لم يتورط في إطلاق الرصاص على مئات آلاف المتظاهرين. وهو عكس ما حدث عندنا في العراق بان الانتفاضة التشرينية، حيث ظهرت وطغت غلبة العقائدية الضيقة على الوعي الوطني الأصيل، فأخذت أكثرية المجتمع بالتفرج بدلا من المساهمة والمشاركة الفعالة، بتوازن خطير من حيث لعبت الميليشيات المختلفة ذات التبعية الإيرانية دورا قمعيا وبطشا وتنكيلا دمويا، كذلك أجهزة مخابرات محلية عربية ودولية سرية لعبت دورا ملحوظا في عمليات قتل واغتيال وخطف وتغييب ضد المتظاهرين التشرينيين. وعن صيرورة الأحداث في بنغلاديش، تحدثت مجلة فورين أفيرز عن الانهيار الكبير لحكم رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة بعد 15 سنة تماما من الحكم المطلق. أجبرت حسينة على الاستقالة والفرار من البلاد بعد انتفاضة شعبية واسعة النطاق. يشير التقرير هنا إلى أن هذه الانتفاضة كشفت عن هشاشة نظام حسينة رغم ما بدا من استقرار ظاهري. يوضح التقرير أن نجاح الانتفاضة يعود إلى حركة شعبية غير منتمية إطلاقا لأي حزب، مما يجعلها قوة جديدة جدية قادرة على إعادة تشكيل المشهد السياسي في بنغلاديش من جديد. ومع ذلك يبدي التقرير قلقا متزايدا بشأن المستقبل، حيث تتولى المؤسسة العسكرية الحكم حاليا، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التغيير الهادف المنشود. السرعة التي انتقلت بها حسينة من كونها حاكمة لبنغلاديش لفترة طويلة إلى المنفى لا تصدق، وهذا يشير إلى أن النظام كان هشاً للغاية. فقد أبقت شبكات المحسوبية بين البيروقراطية والجيش النظام طافياً، ولكن التزام هؤلاء المستفيدين بالنظام كان ضعيفاً للغاية. وترغب المؤسسة العسكرية في الحفاظ على قدر كبير من الوضع الراهن، ولن تتسامح مع أي إصلاحات كبرى. وفي غياب مثل هذه الإصلاحات قد تواجه بنغلاديش نفس المصير في غضون بضع سنوات. ومن المرجح أن تتمكن المؤسسة العسكرية في غضون بضعة أشهر من تنظيم انتخابات جديدة، وأن تتولى حكومة مدنية منتخبة جديدة السلطة.
وفي الواقع تحتاج بنغلاديش إلى زعامة مركزة وحاسمة لتعزيز ديمقراطيتها، ربما من خلال الإصلاحات الدستورية لاختراق شبكات المحسوبية التي تعمل بها من خلالها الدولة، والتأكد من أن المؤسسات تعمل لصالح الشعب. ولكن طاقات الحركة الشعبية قد تبددت وتفشل في توجيه البلاد نحو التغيير الذي تحتاجه. وفي جهد بطولي نجح البنغاليون في إسقاط نظام حسينة، ولكن ما الذي سيخرج الآن من بين الأنقاض؟ أشارت صحيفة الغارديان إلى أن مقتل 3 بنات في ناد للرقص بمدينة ساوث بورت أدى إلى أحداث عنف واسعة النطاق في بريطانيا نتيجة الأكاذيب والتضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تسببت الأكاذيب هنا في استهداف المسلمين والمراكز الإسلامية بالتحديد، ما أدى إلى تدمير ممتلكات وجرح العديد من الأشخاص. تنتقد المقالة كذلك دور الشخصيات العامة في نشر الأكاذيب والتحريض ضد المسلمين، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية والتهديدات ضد المجتمع المسلم. تشير الصحيفة هنا إلى أن المسلمين في بريطانيا يعيشون تحت تهديد مستمر من اليمين المتطرف. الشغب انتشر من ساوث بورت إلى كل أنحاء بريطانيا وامتزج بالأكاذيب والتضليل، مشيرة إلى أنه من الصعب أن نفهم على وجه التحديد كيف تم اختراع الأكاذيب، بما في ذلك أن المهاجم هو طالب لجوء مسلم ونشرها. ولكن لا شك في الدور الخبيث الذي لعبته شخصيات عامة بمن فيها نايجل فاراج. نتائج هذه الأكاذيب كانت مدمرة، فقد تم تدمير مكتب لنصائح المواطنين في ساندرلاند وأتت عليه النيران، وحرقت مكتبة في ليفربول، بينما تمت مهاجمة فنادق في هال وورثيرم، وفي هارتبول وغيرها استهدفت مساجد، وجرح العشرات من عناصر الشرطة، واعتقل 100 من مثيري الشغب. وبيّنت الصحيفة أن مدى ووضوح الطبيعة المعادية للمسلمين التي أججت العنف جعلت هذا الأسبوع لا يشبه أي أسبوع آخر، وفي الوقت الذي اصطف فيه الوزراء للتحذير من النتائج والدمار على المباني العامة، إلا أن من الخطأ التعامل مع العنصرية التي ظهرت في أحداث الأيام الماضية كالعنصرية المعروفة. أحداث هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتير. وفي صور نشرتها الأناضول تجددت الاشتباكات وسط إسرائيل الثلاثاء بين الشرطة ومتدينين يهود من الإحراديم يرفضون التجنيد في الجيش. جاء ذلك كله بعد أن نظم عشرات من المتدينين اليهود وقفة أمام قاعدة للتجنيد في مدينة تل هاشومير وسط إسرائيل، وفق القناة 12 العبرية الخاصة. وأقلت القناة إن الاشتباكات بين متدينين يهود والشرطة تجددت في تل هاشومير، ومساء الاثنين قالت هيئة البث العبرية إن 30 شخصا فقط من الإحراديم حضروا اليوم الاثنين إلى مكتب التجنيد في تل هاشومير، وكان من المفترض حضور 1000 إحرادي إلى مكتب التجنيد هذا. ونقلت هيئة البث عن مصدر في الجيش لم تسمه قوله إن نسبة المشاركة المنخفضة للغاية نتجت عن المظاهرة التي قام بها عشرات الإحراديم المتطرفين أمام مكتب التجنيد، والتي دفعت أولئك الذين كانوا يعتزمون الحضور إلى التراجع.
نشاهد الآن وإياكم تقريرا من مواقع الصحف التي اخترناها لكم، تابعونا. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসকে ছাত্র জনতার প্রস্তাবিত সরকার বাদে কোনো ধরনের সরকার কিন্তু মেনে নেওয়া হবে না। আমরা বলেছি কোনো ধরনের সেনাশাসিত সরকার অথবা সেনা সমর্থিত সরকার অথবা এই ফ্যাসিস্টদের। شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.